أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب وهذه عناوينها: مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث سير بضواحي خريبكا، اعتراض قارب للهجرة غير النظامية بسواحل الداخلة، وجواد اليميق ينتقل رسميا للوحدة السعودية. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب قرابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مفجعة بين 3 سيارات مختلفة الأحجام في الطريق الوطني الرابط بين مدينتي خريبكا وبني ملال، وفق ما أوردته السلطات المدنية. اعترضت القوات البحرية الملكية بالداخل قارباً يحمل 130 مرشحاً للهجرة غير النظامية، معظمهم من جنسية سنغالية، كانوا متجهين إلى الأرخبيل الإسباني بجزر الكناري، وتم نقلهم إلى مراكز متخصصة للإيواء أو لإيواء المهاجرين وتقديم المساعدة لهم في انتظار التحقيق معهم، وفق ما أفادت به السلطات. فتح أمن الدار البيضاء بحثاً قضائياً لتوقيف سائقي سيارات ظهروا في فيديو مسجل كانوا ضمن موقف احتفال واستعملوا السكة الخاصة بتراموي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة المواطنين، كما تم تحديد هوياتهم وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. شنت مصالح الدرك الملكي بأجادير حملة أمنية واسعة ضد حراس السيارات غير القانونيين أو ما يعرف بالجيل الأصفر في مختلف شواطئ شمال المدينة، خاصة التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من المصطافين والزوار بسبب توالي الشكاية أو الشكوى حسب ما أفادت به السلطات. أعلن نادي بلد الوليد الإسباني رسمياً أن مدافعه الدولي المغربي جواد اليميق توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الوحدة السعودي للدفاع عن قميص النادي بداية من الموسم الكروي الحالي في عقد يمتد لموسمين. أعلنت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه جرى تطويق 75% من حريق غابة مغراوة في إقليم فازة، وبلغت المساحة المتضررة من الحرائق نحو 780 هكتاراً حتى الآن مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.